تعرضت الفاشينيستا الكويتية شوق الهادي لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو جمعها بالفنان المصري محمد رمضان. وتم تداول فيديو يجمع شوق الهادي بالفنان المصري على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الفنانة الكويتية والفنان المصري في إحدى المناسبات العامة، وظهرت شوق وهي ترقص وتتمايل إلى جانب رمضان مرتدية فستانا ضيقا بدون أكمام باللون الأسود مع فتحة واسعة من ناحية الصدر. وعلق أحد المتابعين مشيرا إلى أن رمضان كان يضع يده على مؤخرة شوق في الصورة. وأثارت إطلالة شوق الهادي حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الفستان بأنه شبيه بملابس النوم لجرأته، فيما انتقد آخرون طريقة رقص الهادي وتمايلها إلى جانب رمضان، وهاجم البعض احتضان الفنان المصري لشوق، واستذكر آخرون الفنانة اليمنية بلقيس التي ظهرت سابقا مع محمد رمضان وتعرضت لانتقادات بسبب رقصها معه. وجاء في تعليقات الجمهور: أولا لبسها غير لائق بمكان عام وخصوصا أنها خليجية كويتية، ثانيا ترقص وتتمايل إلى جانبه وهو يضع يده من وراء، وش فيه؟ وفي تعليق آخر: ما شاء الله، هذه موضة أنه يرقص مع محمد رمضان. وقالت متابعة: سلامات، صار الوضع مهزلة، كل واحدة نطت صوبه عاجبها وهو يلمسها. يشار إلى أن شوق الهادي هي شقيقة الفنانة فرح الهادي وتحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى صعيد آخر، أحيت الهادي في شهر أغسطس آب الفائت الذكرى الأولى لوفاة طليقها بدر الماس. ونشرت الهادي بهذا الخصوص عبر حسابها على سناب شات: اللهم اجعل عبدك بدر خالد الماس في نعيم دائم ومن أهل الجنة، ربي افتح له جميع أبواب جنتك، اللهم ارحمه واغفر له جميع ذنوبه وطهر قبره وبرد عليه في قبره.